بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أعلم أربعة أسرار جعلتني أبكي عندما سمعت هذا الحوار الذي دار بين رجل وزوجته. إليكم هذا الحوار. رجع الزوج من عمله إلى البيت فسلم على زوجته التي كانت تتابع أحد المسلسلات، ثم اقترب منها ووضع قبلة على رأسها، فابتسمت والتفتت إليه فسألها: هل صليت العصر؟ فاختفت ابتسامتها وقالت بانكسار: لا، لم أصلي. فسألها: لماذا؟ قالت: أبدا، كنت تعبة من أعمال البيت فقلت أستريح بعض الوقت. فابتسم الزوج ومسح بيده على رأسها وقال: اذهبي وصلي العصر والمغرب قبل أن يؤذن للعشاء. وفي اليوم التالي سافر الزوج في رحلة عمل، وكان من عادته عندما يسافر أنه يتصل بزوجته فور وصوله، ولكن هذه المرة لم يتصل. ومرت الساعات وزوجته في انتظار مكالمته، حتى بدأ القلق يتلاعب بأفكارها، فاتصلت هي به فسمعت صوت الهاتف ولا مجيب، وعاودت الاتصال مرات ومرات حتى تمكن القلق من عقلها الذي بدأ يتخيل أشياء جعلت دموعها تنهمر، ووصل بها اليأس مبلغا ولا تعرف كيف تتصرف. وبينما هي بهذه الحال، وإذ بزوجها يتصل بها، فأمسكت بهاتفها بيد مرتعشة وتمسح دموعها بيدها الأخرى وتحبس أنفاسها حتى سمعت صوت زوجها على الهاتف، فتحولت دموعها وقلقها إلى غضب شديد، ثم قالت: أين كنت؟ ولماذا لم تكلمني عندما وصلت؟ فرد الزوج بهدوء: وصلت تعبا جدا ونمت قليلا. فازداد غضب الزوجة وقالت: لم تكن دقائق قليلة ستتعبك إن كلمتني، ألم تسمع رنات الهاتف عندما كنت أتصل؟ فيرد الزوج بهدوء: نعم سمعته. فوصل الغضب بالزوجة مبلغا، فقالت: سمعت ولم ترد ولم تقدر قلقي وخوفي عليك؟ فيرد الزوج: ولكنك بالأمس لم تكترثي لسماع الآذان نداء الله، ألم تعلمي يا زوجتي أن هناك أشياء من مخلوقات الله تعالى كلفها الله عز وجل أن تناديك وتدعوك إلى الخير كل يوم؟ ولعظم أمر الصلاة عند الله عز وجل شرع لها الآذان ليسمع هذا النداء كل إنسان، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يتقاعسون عن الاستجابة لهذا النداء، وهو يقول لهم 5 مرات في اليوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. وهناك نداء مشابه يوم القيامة، حيث قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فمن لم يسجد لله ويخضع له في الدنيا فلن يقوى على السجود في الآخرة. أحبتي في الله، كان هذا هو السر الأول الذي أبكاني. ثم تذكرت أن هناك نداء آخر يدعوك لمناجاة الله عز وجل وسؤاله في آخر الليل. روى أبو سعيد وأبو هريرة معا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. فإنها لفرصة عظيمة أن تستجيب لهذا النداء، طالما أن معظمنا يسهر طول الليل ولا ينام إلا في الصباح.
وتذكرت أيضا مناشدة أعضاء الجسم للسان أن يقول خيرا. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. إن أعصى الأعضاء على الإنسان اللسان، وإن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن أرخى العنان للسانه سلك به الشيطان كل ميدان، ومن حفظ لسانه سائر يومه وألجمه بلجام الشرع فقد أمضى يومه في مرضاة الله. وتذكرت أخيرا أننا لا يجب أن نغرق في شهوات الدنيا فننسى الآخرة، حيث روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا مالا تلفا. فهل تعي قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله عز وجل: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن غفلة كثير من الناس عن الآخرة جعلتهم لا يفكرون إلا في متاع الدنيا، فألهتهم بمتاعها عما وجب عليهم، وجمعوا الحلال والحرام متغافلين عن حساب عسير وكرب ستشيب له الولدان. أحبتي في الله، لقد كلف الله عز وجل من مخلوقاته من يحثنا كل يوم وينادينا إلى فعل الخير، فعلينا أن نستشعر هذه النداءات كل يوم كأننا نسمعها، وهي تدعونا إلى مختلف الأعمال الصالحة، فهي تدعونا إلى الصلاة في وقتها وإلى قيام شيء من الليل، وتدعونا إلى أن نقول خيرا أو نصمت، وإلى عدم الركون إلى الدنيا، وإلى استغلال يومنا ووقتنا في مرضاة الله عز وجل. وأما سبب بكائي فكان عندما غضبت الزوجة لعدم رد الزوج على نداءاتها، فتخيلت كيف يكون غضب الرب مع نداءاته العديدة لنا، وماذا أعد لمن يستجيب، وكيف توعد من لا يستجيب. جعلني الله وإياكم ممن يستجيبون لنداء رب العالمين. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.